هذا اليوم اللي يفرح الإنسان فيه ويجتمع مع أحبابه وكله بظاهر فرح. أرجوكم أي جانب له علاقة بالحزن خلوه على جنب، لأن اليوم هذا لازم كلنا نكون مسؤولين فيه، ومن الأمور اللي تسرك أكثر أن تكون أنت سبباً في سرور الآخرين. زر خواتك، زر خالاتك وعماتك، زر جيرانك، احرص جداً على أن تهدي والديك، أن إذا كان هناك مشكلات يفترض لو بقيت إلى يوم العيد لازم نسعى إلى إصلاحها. في يوم العيد جميل أيضاً أن يكون في عيديات على قد ما تقدر عليه، حتى أيضاً تفرح عيالك. الناس يعني تعودوا هذه القضية وأصبحت عادة جميلة، ومن الجميل أن نحن نحافظ عليها، وهي عادة اجتماعية موروثة لمدة طويلة من الزمان. أيضاً في يوم العيد جميل أن نوسع على عيالنا، وبالمناسبة هذا شيء قاله فقهاءنا السابقون، أن نوسع على عيالنا في المأكل والمشرب والترفيه، ونطلع معاهم في أماكن مناسبة أيضاً ليسعدوا معنا ونسعد أيضاً بهم. يعني لازم اليوم هذا لازم يصير يوم غير، يوم مليء بالبهجة والجمال والراحة النفسية، وننسى أبداً لا ننسى أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا، أن احنا أنجزنا في هذا الشهر الكريم الصيام والقيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. كن في يوم العيد سبباً في سرور الآخرين.